بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم موفق علي. النهاردة هنتكلم على شهادة السيرتيفيكيت ان انترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد. لو دخلنا على المتصفح وكتبنا ACCA وندوس انتر هيفتح لك الشاشة دي، الشاشة بتاعت الاسوسيشن فور سيرتيفايد شارتر اكاونتنت. دخلت على الكواليفيكيشن، تخش على الاكاونتنسي كواليفيكيشن، تفتح لك الشاشة دي accountancy qualification. زي ما حضراتكم عارفين بننزل على الشهادات كلها المتاحة في accountancy qualification. ادي certificate in international financial reporting. هنا تقدر تتصفح التابز بتاعتها. لو دخلنا على الكورس details يعني تفاصيل الكورس، هنشوف النهاردة ان شاء الله ان احنا نبدأ ان شاء الله كورس جديد باحدث منهج اللي هو ده السيلابوس، احدث منهج من الـ ACCA للـ Certificate in International Financial Reporting أو معايير المحاسبة الدولية يعني. طيب إيه الجديد؟ هتلاقي هنا إن إحنا آخر حاجة كنا في الكورس الأخراني يعني كنا بنشرح برضو IFRS 15 اللي نزل جديد، يعتبر بس IFRS 16. IFRS 17 لسه يعني لسه ما الـ Effective Date بتاعه لسه منزلش. هتلاقي بس هو اللي اتغير الليزز دي. ان شاء الله هنبدا كورس جديد باحدث حاجه، وزي ما حضراتكم شايفين ادي يعني يعتبر نهايه 2018، وده التحديثات اللي هو يعتبر احدث حاجه على الموقع بتاع جمعيه المحاسبين القانونيين المعتمدين في بريطانيا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.